اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. معودينكم دايما في ترند الترند بتسمعوا الجديد من خلالنا في اي قرار او في اي معلومه فيها كواليس وفيها تفاصيل كتير. يمكن عقوبات احداث مباراه الترجي والاهلي في ذهاب او في مباراه نصف نهائي دوري ابطال افريقيا البطوله الاخيره اللي الاهلي حققها وفاز فيها في النهائي على كايزر تشيفز. كانت المباراه اقيمت في شهر 6 او شهر يونيو الماضي، وفي نهايه يوليو صدرت قرارات لجنه الانضباط. اليوم الاتحاد الافريقي اعلنها بشكل رسمي. هي القرارات تم اتخاذها منذ حوالي اكتر من اسبوعين ثلاثه، والكاف اعلنها النهارده بشكل رسمي. لجنه الانضباط ليست طبعا منوطه باعلان القرارات، هي بتتخذ القرار والكاف او الامانه العامه هي اللي بتعلن القرارات. القرارات اللي صدرت ومن خلال الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي صدر ان الكاف بيغرم الاهلي 8000 دولار بسبب احداث جمهور الفريق امام الترجي بملعب رادس بعد استخدام الالعاب الناريه في المدرجات، وكذلك تغريم الترجي 60000 دولار ومباراتين بدون جمهور للترجي على أرضه، بالإضافة إلى منع الجماهير أيضا في مباراتين آخرين خلال الفترة اللي جاية مع إيقاف التنفيذ حال تكرار نفس أحداث الشغب خلال عامين. طيب عشان نتكلم مع بعض في التفاصيل دي وفي القرارات اللي أنا من وجهة نظر ومن وجهة نظر ناس كثيرة جدا بالمقارنة بالأحداث اللي انتم شفتوها في الصور اللي قدامكم دي، للمرة الثالثة تصدر نفس القرارات بخصوص جماهير الترجي في ملعب رادس، وفي كل مرة بيكون القرار المفترض يكون أقوى من اللي قبله. بنتعلم دايما إن لجنة الانضباط لما بتتخذ قرار ضد جمهور أي فريق، أول مرة بيبقى القرار مخفف، تاني مرة بيتم تغليظ العقوبة، تالت مرة بيتم مضاعفة العقوبة وتغليظها بشكل أقوى. اللي حصل النهاردة ده أو الإعلان اللي تم ده النهاردة عليه مليون علامة استفهام. ليه مليون علامة استفهام؟ آخر قرار صدر ضد الترجي كان 4 مباريات بدون جمهور، مباراتين بدون جمهور ومباراتين مع ايقاف التنفيذ في فتره معينه كانت اقل من سنتين. لما تتخذ نفس العقوبه في نفس الصوره اللي حصلت في ماتش الاهلي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، الطبيعي يا اما بتزود عدد المباريات يبقوا 6 او 8 او تنقل مباريات خارج تونس بالنسبه للفتره اللي جايه، او لما تقول مباراتين مع ايقاف التنفيذ ما يكونش سنتين ولا سنه، ده انت بتقلل المده. إذا ما كانش 4 مباريات بدون جمهور بدون إيقاف تنفيذ، يعني 4 مباريات دايركت على طول مباشرة بدون جمهور أو 6 أو 8. لأن بالإضافة لده ملعب رادس أمنيا طبقا للتعليمات الأمنية في الاتحاد الإفريقي تم غلق الملعب لظروف كثيرة جدا الفترة الأخيرة، إلى أن تم إصلاح الأمر عشان الملعب يستضيف المباريات في الفترة السابقة، وهو الملعب الوحيد في تونس اللي بيستضيف المباريات في الفترة السابقة. لكن قرارات الاتحاد الإفريقي، أنا هنا ماليش علاقة بقى بجمهور الترجي أو نادي الترجي، هو امر وشانهم، قدروا يدافعوا عن نفسهم، قدروا ياخدوا عقوبه مخففه، ده قرارهم هم. انا قراري هنا بخصوص الاتحاد الافريقي في القرارات اللي اتخذها. دي قرارات هتبقى من السهوله على جمهور اي فرقه الفتره الجايه يقدر يعمل اعمال شغب، لان القرارات مخففه. القرارات دي مش قرارات انضباطيه قويه. دي قرارات وانت في تفاصيل الخبر اللي نازل على موقع الكاف قلته طبقا لنص الماده وكذا 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 من لائحه الانضباط، وقلت ان المباراه ما بدأتش أو ركلة البداية ما بدأتش في وقتها بسبب أعمال الشغب وبسبب إلقاء شماريخ وبسبب استخدام الغاز المسيل للدموع، وما متسبب في كل ده في تأجيل أو في ركلة البداية ما تبدأش في توقيتها ويتم تأخير المباراة ساعة. كل التفاصيل أنت ذاكرها على موقع الكاف وقال المواد الانضباطية، وفي النهاية تدي هذه القرارات. هل لائحة الانضباط مش بتديك الفرصة أو الحق إنك توقع عقوبات أقوى من كده؟ ما انت لو عايز يعني يبقى في انضباط في المباريات في البطولات الافريقيه لازم القرارات تبقى اقوى من كده. دي قرارات انا شايفها ضعيفه جدا، لان بالاضافه لده انت اساسا مباراتك كلها بدون جمهور في ظل جائحه كورونا. ايه يعني مباراتين بدون جمهور؟ ما ماتشين ال 32 او في دور ال 16 بدون جمهور وخلاص. توصل سيمي فاينال في جمهور، توصل دور الثمانيه عايز دخل جمهور، بيكمل دوري المجموعات عايز دخل جمهور. فين بقى العقوبه الانضباطيه اللي انت اتخذتها عشان في النهايه تعاقب جمهور على تصرف حدث في مثل هذه المباراه؟ دي نقطة. النقطة الثانية، ال60000 دولار أنت المفروض عندك في مساحة لجنة الانضباط أو لائحة الانضباط ممكن توصل ل80 و100 ألف دولار، وفي قرارات قبل كده اتخذتها وصلت بيها لهذه الأرقام. بصراحة بأمانة يعني غريبة جدا إن القرارات في ماتش زي ده، يعني ركلة البداية لما تتأخر ساعة أثرت على الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للاتحاد الإفريقي في نقل مباراة زي دي في حدث كبير زي ده في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. كل الحاجات دي في النهاية ماتشين بدون جمهور صعبة، والماتشين التانيين قيد التنفيذ خلال سنتين بعد ما كان قبل كده قرار في ماتش أول أغسطس خلال سنة بدل ما تغلص العقوبة وتخليها 4 بدون جمهور في كل البطولات خلال الفترة الجاية بدون إيقاف تنفيذ بتخليها إيقاف تنفيذ سنتين. غريبة.
تغريم الاهلي 8000 دولار. عدد جمهور الاهلي كان موجود في الاجتماع الفني معروف في العدد بالظبط في حدود قد ايه، فما كانش ليه داعي خالص نشوف القرار بالشكل ده. انا كنت اتمنى تكون البدايه في لجنه الانضباط لما تتخذ قرارات، واحنا شفنا النهارده قرارات بخصوص عدد من اللعيبه في انديه اخرى بيضربوا عرض الحائط في مساله ان في لعيبه بتاخد منشطات والعقوبات نفسها تبقى مخففه، 6 شهور و12 شهر اللعيب بيستانف بيتم تخفيف العقوبه. عايزين نشوف قرارات انضباطيه عشان نشوف مسابقات افريقيه على اعلى مستوى، نقل مباريات لفرق خارج بلدها لو في خروج عن النص، مباريات تتلعب بدون جمهور لفتره كبيره 8 مباريات على الاقل. لو اتخذت هذه القرارات الانضباطيه الفتره الجايه هتلاقي ماتشات ماشيه زي الساعه، مش هتلاقي فيها اي غلطه، مش هتلاقي شماريخ، مش هتلاقي شماريخ. لكن اللي حصل ده مش هيسمح الفتره الجايه ان تشوف ماتشات ما فيهاش مشاكل، لا بالعكس سهل جدا بسبب القرارات دي ممكن تشوف مشاكل في الماتشات اللي جايه. فكنت اتمنى القرارات تكون انضباطيه اقوى من كده، لا يليق تماما بالاحداث اللي حصلت وماتش اتاخر ساعه ماتشين وماتشين في ظل جائحه كورونا، ما انت مفيش جمهور اصلا، مفيش جمهور اصلا. دي حاجه. الحاجه الثانيه بتغرم الاهلي 8000 دولار. عدد جمهور الاهلي كان محدد في المباراه، كان في اجتماع الفني محدد العدد بتاعه ومعروف العدد بتاعه ومعروف الاشخاص اللي كانت موجوده. في النهايه حسب المعلومات اللي وصلت لي ان كل هذه القرارات من خلال تقرير حكم المباراه فيكتور جوميز بالاضافه الى تقرير مراقب المباراه والمنسق الامني، لكن فكره الشماريخ ده من خلال تقرير حكم المباراه فيكتور جوميز، هو اللي ذكر فكره الشماريخ من خلال تقريره. لكن باقي الامور الخاصه بقى بالحضور الجماهيري والاعداد الزائده، لان الكاف برضو في الموقع الرسمي قال ان كانت في اعداد زائده، كان مفروض يحضر 5000 طبقا للاتفاق، العدد اللي دخل قد ال 5000 ثلاث اربع مرات. فبالتالي انت بتعترف بكم خروقات انضباطيه حصلت في المباراه، لكن في نفس السياق القرارات اللي طلعت مش بنفس القياس بتاع مش بنفس القياس بالتفاصيل اللي انت ذكرتها في تقرير حكم المباراه وتقرير مراقب المباراه. انت قلت في التفاصيل عندك اعداد زائده، شماريخ، غازات مسيله للدموع، ركله البدايه اتاخرت ساعه، كل التفاصيل دي في النهايه تقول مباراتين. صعبه قوي، صعبه قوي قوي قوي. ونتمنى السنه الجايه نشوف تغيير لائحه الانضباط. انا من هنا بنادي بتغيير لائحه الانضباط في الاتحاد الافريقي لكره القدم، لجنه الانديه اللي برئاسه الاستاذ احمد ولد يحيى الموريتاني، كلنا بنقدره وبنعتز بيه وبنعتز بكل المسؤولين في الكاف. اتمنى الفتره الجايه لائحه الانضباط تتغير، لان لائحه الانضباط فيها تفاصيل محتاجه يكون فيها تغليظ للعقوبات. احنا بنشوف خروقات في بعض الماتشات وفي بعض الملاعب وفي ملاعب معينه بتتكرر فيها الغلطه مره واثنين وثلاثه وعشره وما بتحصلش فيها اي قرار او رد فعل عشان ما يكررش ده تاني. فاتمنى الفتره الجايه لائحه الانضباط في الاتحاد الافريقي تتغير، اتمنى تتغير. طيب دي جزئيه متعلقه بعقوبات احداث مباراه الترجي والاهلي. الاهلي فاز بدوري ابطال افريقيا، ان شاء الله باذن الله بيستعد لكاس العالم للانديه في اليابان في شهر ديسمبر، وان شاء الله دوري ابطال افريقيا الموسم الجديد 10/9 دور التمهيدي، منتصف اكتوبر دور ال 32 وقرعه الادوار التمهيديه في منتصف الشهر القادم، والاهلي خارج الادوار التمهيديه سيبدا من دور ال 32 مباشره.